وللمزيد من المتابعه ينضم الينا الاستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي. استاذ حسام بعد التحيه، يعني في البدايه قراءتك لبيان مجلس امناء الحوار الوطني وتاكيده على التزام الحياديه في بحث ملف الدعم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. طبعا منذ بدايه انطلاقه الحوار الوطني منذ اكثر من عام وتحديدا منتصف العام الماضي، شهدنا مناقشه لاهم الملفات التي تخص الدوله المصريه على كافه المستويات، سواء المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي او المستوى الاجتماعي. وجاءت جلسات الحوار ومناقشات الحوار مع مختلف القوى السياسيه ومختلف الخبرات المتواجده في الدوله المصريه، وجدنا بعض الحلول لبعض المشكلات التي كانت تواجه الدولة المصرية في بعض الملفات الهامة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي. وتأتي أيضا بعض النجاحات التي شهدتها جلسات الحوار الوطني والحلول التي يعني توصل إليها كل أطراف المشاركة في الحوار الوطني. يعتبر الحوار الوطني حاليا بمثابة مجلس استشاري للدولة المصرية لأي من المشكلات أو القضايا التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة. وطبعا زي ما تابعنا كلنا بدء أو دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني للتشاور والتعاون مع مختلف القوى السياسية والاقتصادية لوضع أو لبحث مشكلة الدعم في الموازنة العامة للدولة. صحيح. أعتقد أن هذه المناقشات سوف يعني تظهر بعض من الجوانب السلبية في موضوع الدعم، وسوف يكون هناك مقترحات مختلفة ومتعددة تكون لها تأثير إيجابي على الدعم ووصول الدعم لمستحقيه. وده ما تعودناه من مجلس أمناء الحوار الوطني، وهو التكاتف والاجتماع على مصلحة الوطن والمواطن المصري خلال الفترة الأخيرة. طيب برأيك أستاذ حسام، ما هي أهم المحاور التي يجب أن يتضمنها النقاش بشأن ملف الدعم سواء العيني أو النقدي؟ يعني زي ما تابعنا كده على مدار سنوات ماضية عديدة، شهدنا فيه بعض الـ 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 السلبيات التي كانت تحدث في عملية الدعم، ووجود بعض العوائق يعني كادت أن تمنع في بعض الحالات وصول الدعم لمستحقيه. أعتقد أن التوجه أو توجه الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية بتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، وده للوصول إلى أكبر يعني فئات المجتمع المستحقة لهذا الدعم. اعتقد ان من اهم المحاور التي سوف يعني يتم مناقشتها خلال الجلسات المقبله ان شاء الله يكون المحور الاساسي او الرئيسي هو تحويل الدعم من عيني الى نقدي بشكل كامل. وده لعدم وجود بقى بعض من السلبيات وعدم وجود بعض من لم يستحقوا الدعم لاتخاذهم هذا الدعم. اعتقد ان الدعم النقدي هو الأكثر عدالة للمواطن المصري، وهو بمثابة يعني الأكثر استهدافا لحياة المواطن ودعم المواطن المصري في ظل ما يشهده المواطن المصري من تحديات مترتبة على الأزمة الاقتصادية التي يعني ظهرت منذ أكثر من 4 سنوات، بداية من جائحة كورونا، وكان لها تأثير سلبي كبير جدا على الاقتصاد المصري وألقت بظلالها على الاقتصاد المصري. وأيضا الأزمات الجيوسياسية، بداية من الأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا واوكرانيا مطلع عام 2022، ومرورا بالازمات الجيوسياسيه الاخرى، وانتهاء بالصراع في منطقه الشرق الاوسط وتصاعد وتيره الاحداث خلال الفتره الاخيره. كل دي كان ليها سلبيات، كان ليها اثر سلبي على حياه المواطن. اعتقد ان تحويل الدعم من عيني الى نقدي سوف يكون له تاثير ايجابي على حياه المواطن، وسوف يحظى المواطن بانخفاض لحده الازمه الاقتصاديه التي يشهدها. وده اللي هيبحثه ده اللي هيبحثه المجلس ويرفع هذه التوصيات الى الحكومه. الاستاذ حسام عيد الخبير الاقتصادي، اشكرك جزيل الشكر.